بخير لاباس عليكم هانيين مبروك عيدكم بصحة وسلامة وطولة العمر يا ربي. هذا صباح العيد وكنا كنصايبوا في الفطور وجدنا اللي قسم الله. هنايا درت الشعيرية ليا بالحليب هذه كنديروها ضروري والزبدة دايبة ودرت كيكة وتبيطات تميرات المهم اللي قسم الله حنا حطيناه وحديت الثوم غزلت اللامولاعة كنصايب في الفطور وفي نفس الوقت كنشوي في الفلفلة بغيت ندير شويه ديال الفلفله مشرمله وندير ليجيلات وندير خضيره نعاونوا بها تمام. ايوا نتوما معايا من بعد غادي نطلعوا للسطح نصيبوا شي كديسه وندبحوا ان شاء الله وانتوما معايا. لا طلع السطح ها هي العشيشه اللي صيبنا هي هنا فين غنجلسوا ان شاء الله غنطلعوا الطويبلات الطابله ديالنا المخدات وغادي ندير واحد الليزار هنا الشمس على الصباح طنطين وهادي غتجلس في واحد جارتنا تصايبينا اصلا كانوا كيصليو فيها التراويح في رمضان هايا ايوا هي هادي قيل صباح بكري دابا ما كاين حتى حد ما طلع للسطح كرسي هنايا هبطت لداري من بعد ما درنا شويه ديال بولفه في الفوق وكويس داتاي شربناه مجموعين مع جيراننا وخوتنا هبطنا كل واحد هبط لدارو درنا اللي قسم الله بعد غادي نطلعوا ان شاء الله باش نقطعوا نقردوا الحواله ديالنا والضروبه ديالنا ان شاء الله. هنا انا درت اليوم شتيت شويه القلب وشويه الكبده درتهم في الكوكوت درت اليوم قزبر وزيت العود والثومه والكمون ستيت اليوم نطابو درت فوق منهم البيض كتعجبني كتجي زوينه كانت كدير لنا ماما في الدار ودرت بولفاف المهم اللي قسم الله حطيناه ومع السلامه وان شاء الله غدا ان شاء الله نصور معكم التتمه ديال الفيديو.